حلوة جدا من فرير. أول نقطة في الشوط الذي أو قد يكون الأخير بيحسمها لحسابه، بيعلى جدا في أدائه، ما عندوش أي فرصة تانية إلا الشوط ده. طلعوا بره الملعب خالص، والتخليص على الطاير بثلاثة ويوسف. نقدر نقول اول نقطة من اصل اربعة محتاجهم مرافة عشان يصل للنهائي للسنة الثانية على التوالي في بطولة كابيتالا. ثلاثين خمستاشر، عايز يضرب المضرب وعايز يكسره لانه الخطأ ده ابعد نضال او قرب من فوز نضال بالمباراة. ثلاثين خمستاشر، نقطتين بيفصلوا رفع عن الفوز بالمباراة. عنده نقطتين للفوز بالمباراة بعد ساعة واربعة وثلاثين دقيقة. يسعى للوصول. طبعا المجموعة الاولى خلصت في 59 دقيقة زي ما شفنا، يعني المجموعة الثانية تقريبا فات منها 36 دقيقة دلوقتي. تقريبا نصف الوقت، لو قدر يخلص دلوقتي تقريبا هيكون نصف الوقت اللي استخرجته المجموعة الثانية عن المجموعة الاولى. ارسال هايل ينهي المباراة لحساب رافائيل نادال، يصل الى النهائي. فوز لرافا، يبقى كده مفيش فيدرر نادال، مفيش مباراة هتجمع فيدرر ونادال، ده الاكيد. رافا نادال يصعد الى نهائي بطولة كابيتالا الدولية للتنس لملاقاة روبن سودرلينج اللاعب السويدي، ودافيد فيرير غدا ان شاء الله هنشوفه في لقاء مع روجر فيدرر. أعزائنا المشاهدين، أسعدني وزميلي فخر السنهوري كنا معكم مع اليوم الثاني. نترككم مع هذا الفاصل ونعود إلى الاستوديو مع زميل حامد الحركي وضيوفه الكرام. A battle of the ground strokes out there tonight. I mean, you certainly put up a great fight.